بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه قوي، الادابتور بتاع الشاحن او شاحن الموبايل. لازم احنا بنشتريه نعرف الخارج بتاع الامبير كام، وهو ده اللي بيحدد سعره وبيحدد ثمنه. اذا كنت بتجيبه من توكيل بتبص وتشوف الامبير، لو كان الامبير ده فوق مثلا الاثنين امبير او مثلا واحد امبير ونص حسب ما بطاريه الموبايل بتاعك بتطلب. لان في ناس كانت بتتكلم مثلا في بعض الفيديوهات تقول لك المهم ان الامبير بتاع الادابتور اللي انت شايفينه ده، المهم بتاعه ان هو يكون مثلا فوق الاثنين امبير. لا، مفيش حاجه اسمها فوق الاثنين امبير او فوق الواحد او فوق مفيش حاجه اسمها كده. لان انا عندي مثلا عندي حاجه زي مثلا التابلت او تابلت مثلا زي ده اهو، انا فاكر البطاريه بتاعته تمام. دوت بياخد 3550 امبير اهو، ده بياخد 3550 امبير. نفك البطاريه خالص، ايه البطاريه دي بتاخد عايزه لها ايه؟ عايزه لها ادابتر معين، مش عايزه لها اي ادابتر وخلاص، عايزه ادابتر معين كده اهو، عايزه ادابتر معين. وانا هجيبه لكم في الصوره دلوقتي، هشوف دلوقتي في الصوره اهو. بص الادابتر ده، هنا الادابتر هنا للينوفو مثلا لازم زي ما احنا شايفين كده لازم 3550، وكمان الخارج بتاع الادابتر هو اللي بيقول لي ان البطاريه دي انا هدي البطاريه كام. انا ما ينفعش اجيب بقى الشاحن مثلا بيدي 1 امبير تمام عشان اديله ادي دوت 3 امبير، ده هيشحن بس هيشحن بعد بدل ساعتين. المفروض يشحن بطاريه مثلا من 20% المفروض مثلا ل 90% في ساعتين نفترض كده، حلو؟ لا، هيبقى في 10 20 ساعه تمام. لا طبعا ممكن ما يشحنش اصلا او يشحن بالراحه جدا، نقعد نقول الشاحن بايظ او لا. المشكله في اللي احنا بنشتريه، لو رحنا عند محل عادي يعني نقرا الامبير براحتنا او ما نقراش، لان ساعات بيكون الحاجات دي جايه مضروبه من بره وبيكتبوا اي كلام. لكن في التوكيلات ما فيش حاجه اسمها كده، التوكيل الحاجه اللي كاتبها لك هو اللي شغال بيها. وانا لسه شاري موبايل من فتره بسيطه، موبايلين يعني، واحد تابلت واحد عادي. الاثنين بصراحه يعني واحد منهم مثلا بحطه في الشحن بالظبط نص ساعه، بيوصل من 30% ل 90% في نص ساعه ديت. ليه؟ عشان اصلي مش حكايه الادابتر، اصلا مكتوب عليه 1.7 اللي هو احتياج البطاريه، فاهم ده؟ يعني ده 3000 مثلا زي ما قلنا 3000 مثلا ونص و 350 يعني، حلو الكلام. احنا بنعمل ايه؟ لما بنجيب الادابتر بتاع الاصلي هتلاقيه بيدي القيمه ديت، يعني القيمه دي هو بيديها، مش هنجيب حاجه تدي قيمه ثانيه ونقعد نقول هما مش حينش ليه؟ تمام؟ تعالى مثلا نشوف مثلا ادابتر مثلا اهو ينفع الموبايل لينوفو زي دوت اهو، موبايل لينوفو زي ده البطاريه بتاعته اهي، البطاريه بتاعته دي البطاريه بتاعته، حلو؟ البطاريه بتاعته ديت بتقرا حوالي 2 امبير، 52 بالظبط، 2 يعني 2 امبير او مع انه صغير، بس اللينوفو اصلا بيحتاج ايه؟ بيحتاج دايما امبير عالي، مش عارف ليه بصراحه يعني، ده اللي انا شايفه. وعندي بقى يعني ده حجمه مثلا صغير، بص محتاج مثلا قد ايه؟ 3000. تعالى بقى شوف بقى الداهيه الكبيره ده، المصيبه الكبيره ده بقى، ده محتاج مثلا فوق ال 4000. انا ما افتحش بطاريته، بس انا من غير ما افتحها انا واثق ان هو محتاج ايه؟ محتاج يعني امبير عالي جدا. تمام؟ الجهاز ده برضو ده انا لسه جايبه، الجهاز ده على الرغم ان هو حجمه ما هوش كبير تمام، اللي هو بالثلاث كاميرات والكلام ده تمام، على الرغم من ده كله هو ده اللي بكلمكم عليه، هو ده وده الادابتر بتاعه، ده لسه جايبه مثلا اهو. الادابتر بتاعه بيقرا 1.67 يعني امبير 67 بصوره اعلى شويه، نكبر الصوره سنه كده اهي، او بص بيقرا اهو اهو 1.67 عشان اللي مش عارف يقرا ده مثلا هنا تمام. البطاريه دي عايزه الفولت ده، يعني الموبايل دوت الموبايل ده عايز ده، يعني الموبايل ده هو عايز الادابتر ده اللي هو بتاعه، عشان كده نص ساعه بالظبط ويشحن. احنا بنتعلم من الكلام ده ان احنا ما نشتريش اي ادابتر وخلاص، او نروح عند اي بياع ونقعد نقرا ونعمل. لان انا عندي برضو حاجه ثانيه، مثلا عندي ادابتر زي ده مش اصلي تمام، انا جايبه من بياع عادي ومكتوب عليه مش عارف كم 1 امبير. طبعا 1 امبير ده ضعيف جدا، بس 1 امبير عشان ليه مخرج واحد، لو ليه مخرجين بيتكتب عليه 3، بس هل هو 3 فعلا؟ انا لو عندي اف كنت قست، بس انا ما عنديش. ده 1 امبير ده بيشحن طبعا بالراحه جدا. ويا سلام بقى لو شحنت مثلا تابلت زي ده
تهمه زي ده برضو لسه جايبه جديد بحوالي 3200. ده لسه ده برضو ليه شاحن معين، الشاحن بتاعه بيشحن يعني ده لما يكون 20 في خلال مثلا ساعه ونص لساعتين بيكون موصله 90 بالظبط، هو ساعتين. لكن معانا تعالى بقى شاحن زي ده اللي هو 1 امبير ده، تعالى حط عليه تابلت زي انا لسه جايبه ده، ما فيش حاجه اسمها كده، بيقعد مثلا بالسبع ثمان ساعات عشان يطلع 30% ولا 40%. فالمشكله هنا في قيمه الامبير اللي خارجه. وتعالوا نبص يا جماعه حاجه مهمه قوي برضه هنا، قيمه الامبير الخارجي هنا، الامبير الخارجي هنا 1.6، اهم حاجه الامبير الخارجي هنا، ما انا جاوب بالقيم دي كلها تمام. انا مثلا هنا دوت الادابتر الصغير اللي انا وريته لكم اللي هو بيدي كام؟ 1 امبير اهو، 1 امبير اهي، بس هو الصوره مش واضحه فانا حبيت ايه يعني اوريكم برضه يعني على قد ما ربنا قدامي صورت يعني اهو بيدي 1 امبير تمام. طيب فوق مكتوب هنا 15 مع شويه 15 من 10 امبير والكلام ده، احنا لما نرجع بالفريكوانسي اللي هو 50 و60 والدخل بتاعه بيكون الكهرباء بتاعت البيت العاديه من 100 ل 240، لان اسكندريه 110 احنا 220 تمام. هو بيقول لك ان انا شغال على كله يعني، يعني من 100 ل 240 دي هي دي السر في الموضوع ده. ان مثلا حته في اسكندريه انا كنت اعرف زمان، ما اعرفش الموضوع ده اتغير ولا لا، بس اعرف زمان ان اسكندريه شغاله على 110 فولت، احنا شغالين في القاهره على 220 فولت. فهو يعني عشان يقدر يتباع في كل حته، ما هو اللي بيصنع اللي بيستورد بيستورد عشان حاجه تتباع في كل حته، مش بيتباع في منطقه واحده بس تمام. كبس هنا قصدي الامبير اهم حاجه بالنسبه لي، الفولت مش مهم. كل خدوا بقى المعلومه دي، الكل هنا بيدي 5 فولت، يعني كل الادابتور بتخرج بتاخد الفولتيه الكبيره دي بتحولها لكام؟ اهو نكبرها بس شويه، كلهم بياخدوا ال 5 فولت، بس مش عارف كده هتبقى باينه ولا لا، بس كلهم بياخدوا كلهم بيخرجوا 5 فولت، كلهم بياخدوا كهرباء من 100 ل 240 وكلهم بيخرجوا 5 فولت تمام. اللي بيخرج بقى امبير، اللي بيخرج مش عارف ايه، اللي بيخرج 3 امبير، كل واحد بيخرج ايه القيمه ايه اللي هو ايه عايزه. اللي انتم شايفينهم دول كلهم ادابترات في انواع كتيره جدا، في بيخرج في 2. طيب في ناس يقول لك طب بالنسبه للسلكه وكده، السلكه دي اصلا مهمه جدا وتكون رفيعه وتكون تخينه والكلام ده. انا جربت سلكه رفيعه وتخينه كل طبعا الرفيعه بصراحه اللي خدمت علينا واللي اللي بيجي نجيبها من التوكيل اللي بتكون كويسه جدا تمام. لكن الموضوع ملوش دعوه قد ما ليه دعوه بالادابتر اللي هو بيدي، هو اللي بيدي يعني الادابتر ده هو اللي مسؤول مسؤوليه كامله كامله عن ان الموبايل ده شغال صح ولا لا، وكمان مسؤول عن المذر بورد نفسها. يعني لو جينا مثلا نمسك اهو، نمسك مثلا المذر بورد اللي هو الجزء اللي هو الالكتروني اللي هو دوت، الالكتروني اللي هو ده، الالكتروني ده كل ده هو ده مسؤول عنه، الجزء دوت الجزء ده هو اللي مسؤول عنه تمام، ان هو ما يبوظوش. لان ما يبوظوش يعني ايه؟ يعني ما يحصلش تلف عشان ممكن تديله كهرباء عاليه. وكمان في حاجه تانية، لان احنا هنا ملزمين بحاجات كتيره زي مثلا الايه، ملزمين زي درجه حراره. هنا درجه حراره مكتوب هنا من 32 ل 140، من 32 ل 140 يعني من يعني اقل حاجه هي بتدينا لما بيجي يشحن 32 بيبدا يعلى لغايه ما بيوصل، ما يوصلش ما يعديش ال 140. مهم قوي الموضوع ده. فكل واحد يقول لك طب انا يعني هجيب ترمومتر واقعد اقيس؟ لا طبعا لما وصل ل 100 اصلا درجه حرارته تكون عاليه جدا، تكون حاجه واضحه يعني اي حد لو لمسه هيلاقي يعني درجه حرارته عاليه جدا. وهو نفسه ممكن الاجهزه الحديثه بتفصل، يعني الاجهزه الحديثه لما رحت شركه ابل وكده لقيت ان هم لما بيوصل لغايه 100% او حاجه و90 تقريبا بيفصل اوتوماتيك، وعشان كده ابل ليه سعر عالي عن السامسونج شويه في النقطه دي. زائد ان برضو بالنسبه للشواحن في ابل، ابل من بعد ايفون 12 ما فيش حاجه اسمها شاحن بسلك ومش بسلك، هو الجزئيه دي كده اللي شايفينها الصغيره دي اهي، الجزئيه دي هي اللي بتلاقي موجوده بس فين؟ في الموبايل. وانت حاطه هو لسه هو بيلقط لوحده في اي مكان في الشقه، يعني انت بتتحرك في الشقه هو عامل ليه شحن لوحده. فدي نقطه مهمه في موجوده في ايفون 12 وانت طالع، قبل كده مفيش الكلام ده خالص. عشان كده 12 لما بيجي ينزل زي اي معظم موبايلات ابل كل سنه بينزل جديد وبيرخص. 12 والمجموعه بتاعته كلها دي بتنزل قليل، لكن المجموعه اللي قبل 12 دي بتنزل جامد جدا، لان الخاصيه دي كانت مهمه وناس كده جدا طالباها. انا تقريبا خلصت الفيديو، قلت كل المعلومات اللي عندي
ومهم قوي ان يعني كل واحد يعني ما حدش يكلم حد في موضوع السلك ده. انا السلك ده عشان ياما ده كنا في المواضيع دي قاعد يقولنا السلك الرفيع وسلك التخين والكلام ده، بس انا استخدمت الاثنين بصراحه. كان الهم الاول في الادابتر اللي لازم يكون سليم. الرفيع انا شفته خدم عليه كويس، بس مش قادر احكم في الموضوع ده جامد، يعني مش قادر ادي رايي لان الراي ده هيبقى مسجل عليا. فمهم قوي موضوع الادابتور ان واحد ياخد خل ويجيب من توكيل، تغرم شويه فلوس ازيد بس صدقوني مش ازيد قوي، بيجيبهم بقى ب 70 80 تروح على التوكيل بتلاقي الفرق، مش هتلاقي فرق كبير، بس هتاخد حاجه مضمونه وعلى ضمان والعطره ترجع له، هتلاقي حد تتكلم معاه على الاقل. خلصت الفيديو، لو عجبكم ما تنساش في اللايك والشير. شكرا لكم، ربنا يوفقكم.